سيداتي سادتي، اهلا وسهلا بكم على متن طاوله بالهواء سوا. نحن معكم من الام تي في من ساحه الشهداء في وسط مدينه بيروت. الحراره متوقعه لهذه الليله 29 درجه، اما الرطوبه فهي 45%. نتمنى لكم رحله موفقه مع تحياتي انا وسام بريدي والكابتن المخرج كميل طانيوس. تحيه لكل مشاهدي الام تي في من وين ما كنتوا عم تحضرونا، ان شاء الله بينعاد عليكم دائما بالخير وبالبركه ورمضان كريم على الجميع. ضيوفي لليله برحب بالبدايه بالممثل والفنان فادي ابراهيم، اهلا وسهلا فيك فادي. مساء الخير، يعطيكم العافيه وتحياتي لكل المشاهدين ويعطيكم العافيه على البرنامج الحلو. هاي كمال، اهلين، اهلا وسهلا فادي. اهلين حبيبي. شو كيف ملاقي لنا هالطلعه؟ والله منيحه. تخاف من العلوجه؟ مش كثير. مش كثير؟ لا، يعني مسيطر على الموضوع لحد هلا، بعدنا منيح. اهلا وسهلا فيك فادي. بدي ارحب بالممثله والفنانه جنين داغر، اهلا وسهلا فيك جنين دي. يس يس، كيفك؟ الحمد لله. هلا بعدني معصبه، عم تعملوا تشيك على كل سنسور الكراسي، انا الوحيد اللي ما عم بيمشي فعم بتخلوني شويه لموتره. ليه هلا هي معلي ايام بيكون المشكل بالسنسور مش بالكرسي، يعني ما تاخذي يعني مش كثير تعطلي هم. هلا اذا طلع المشكل بالكرسي بكون حظك. بس بقى anyway ينعيد عليكم جميعا وانا مبسوطه انه معكم بالهواء سوا. اهلا وسهلا فيكي. رحب بالفنان ايوان، كيفك يا ايوان؟ منيح، كيفك وسام؟ كيفك انت والعلو؟ صدق هلا حسيت قد ايه عالي، بس عادي. ما عندك مشكله، بتخاف شيء انت؟ لا، مأمنين نحن. مأمنين؟ مأمنين على البروجرام؟ ايه مأمنين، يعني هلا مشكلة كرستك ما فيها مشكلة، كرسي جنين أكثر شيء كان فيها مشكلة نحن وطالعين، بس إنه إذا صار شيء بنرجع بننزل. كلهم سألوني قبل ما اجي على البرنامج بتخافي من العلو؟ قلت له لا ما في مشكلة، هلا بلشت تتوتر. لا نحن هلا ما علينا كثير، بعدنا على 50 متر، يعني هلا تنوصل على 100 هنيك ببلش الرعب. عم تمزح بدنا نطلع أكثر من هيك؟ الليلة طالعين على 100. لا يا وسام دخيلة. المخرج 1046. 46. أهلا وسهلا فيك إيوان. ميرسي. بدي رحب بالفنان جهاد محفوظ. ميرسي. أهلا وسهلا فيك جهاد. ميرسي. وين الكمانجة؟ كمانجة طلعت بتخاف من العلو. هيدي هلا اكتشفتها اول مره، ولا مره بتطلع؟ لا ما انت بتخاف من العلو كمان ولا؟ لا انا بحب، يعني فيك تطلع هلا وتشوف سيارتك. ايه وبعمل ربال، يعني اذا بتعطوني شي حبل هلا. طيب شادي حضرنا الحبل تنزله لجهاد ربال اخر الحلقه. بدي رحب بكمان الصبيه المهضومه والحلوه خريجه ستار اكاديمي لارا اسكندر، اهلا وسهلا فيكي. ازيك يا لارا؟ كويسه حبيبي. كويسه؟ عامله ايه؟ كويسة. اخبارك مع العلو كيف؟ لا عادة مش بخاف. وهلا؟ يعني لغاية دلوقتي مش خايفة، بس يعني لا شو اللي ممكن يخوفك؟ لغاية دلوقتي مش خايفة. لا يعني لو تهز شوية مش عارفة، يعني أنا عادة مش بخاف. بس فادي حدك هلا بشجعك. بقوي لقلبك. ايه بقوي لك قلبك. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا، رح أعطيكم هالمجموعة من الإرشادات والوصايا لازم تنتبهوا لها كثير منيح وتلتزموا فيها. فيك تهز بس ما تجرب تفزي، يعني فيك تهزي لارا اوكي بس ما تفزي. اذا قلبك دق ما تكتر نق، ما توتر حالك، الجو بيحلالك، تسلوا سوا انتوا بالهوا، اكرم مضيفك بتزمط بريشك، غير صحنك ما تشتهي الحلقه دغري بتنتهي، اطلع بالايد والنزله على الاكيد، وعيش المغامره هيدي مش مؤامره. نحن مش بمؤامره، جايين كرمال اليوم عم يزمروا كثير. ليه؟ في عيد مبسوطين. عيد وقفه عيد ويك اند اكيد ببيروت، دائما بتكون الاجواء عجقه ونحن عم نعمل لهم عجقه صراحه بهالطاوله اللي عم نطلع فيها كل ليله. الله عليك يا وسام. ما بعرف شو بدنا نعمل. يلا شيف مارون مسيك بالخير. يسعد لي مساك وسام، ومسا ضيوفك ورمضان كريم للجميع. انا كثير منيح منيح؟ مرتاح على وضعي وبجنن وضيوف بعقده وانتو شو بدي احلى من هيك؟ شو محضرنا عشاء الليله؟ مين في اغلى من لبنان واحلى من لبنان نعمل عشاء لبناني الليله؟ اها الليله عامل اول طبق، العشاء كله لبناني. كله كله؟ كله كله. اول طبق شو؟ اول طبق هو تاباس لبنانيه، تاباس يعني هن كلهم ميني بايتس او لقم من عده انواع ميزة بصحن واحد. أه. رح تشوفهم فيري مودرن برزنتيشن والابروتش، مع طعمه فيها حمص مع الشومر، فيها ورق عنب مع ايميلسون معمول بدبس الرمان، وفيها لبنه معزه بلديه بتاخذ العقل. حلو. ما دقيت فيها. الطبق الاساسي شو؟ الطبق الاساسي هو فريكه مع دجاجه محشيه ومع قلوبات. اها عشاء طيب شكله الليله. وشو طيب الدسير بالاخر؟ والدسير ليك فادي بهز براسه. المهم يكونوا شوجر فري. عامل رجيم فادي قال الليله رح يكسر رجيم فادي.
شو عملنا؟ الديسير هو بوزة لبنانية مع المسكة، بوزة شوكولا مع المسكة والسحلب، وبوزة على لوز وعلى سحلب كمان، وفستق حلبي. هلا ان شاء الله تهدي للاخر بس انا اكيد رح تهدي، وهيدا عشان الليله نحن وياكم. شكرا شيف مارون. محمد سعيده، سعيده حبيبي، كيفك؟ ماشي الحال. الليله في زميل لك صديقنا كمان هيكل على الجيتار. انا كثير بكون مبسوط، جيتار وعود سوا هيك بيعملوا جو. بتعملوا لنا هلا اجواء جامعه بين الليله الشرقيه والليله الغربيه. ضروري اكيد. اهلا وسهلا فيك هيكل. هلا الصحون اللي عم تشوفوها قدامكم ضيوفنا هو التيستينج لليله، بدنا نجرب ندوقهم ونجرب نتخيل شو ممكن يكون شيف مارون حاطط لنا بقلبها. بس انتبهوا تدلوا على حالكم الصوت. فيكم خلينا ندوقها وجرب نحذر. شو يا فادي دقتها؟ بعد هيدي كثير منا صعبة. لسه سروني انا نزلت الكل لسه كل السهرة. شي تلياني شكلها. ايه شادي لارا يعني حتحذرها دغري. شادي راح دغري على المطرح اللي لازم يروح عليه وسام. هيدي فيها حبق، فيها حبق وفيها عجينة، عجينة الرافيولي. عجينة الرافيولي وشو فيها بعد؟ الحبق شو هو بس؟ الحبق هو معمول شيء مع؟ فيها حبق بس معمول شيء. خيم فريش مع بيستو. بيستو حبق. ايه عجينة الباستا الرافيولي بقلبها الحشوة. شو؟ وولنات؟ نو نوت بريسايز. باين نوتس. فيها جبنه، جبنه تلانيه كثير مشهوره مثل قريشه، بتشبه القريشه اللي هي ريكوتا. لارا ريكوتا؟ ما عنيت لك؟ بصوا انا باكل اي حاجه قدامي فمش بقعد افكر في ايجو، انا باكل اي حاجه ولا حد يسالني في ايجو. فيها شو ما حطيتوا لي اخر همي، مهم اكل. ما عنديش مشكله انا بالاكل. الف صحه. لكن شو طلعت؟ رافيولي بقلبها في ريكوتا. جهاد ما حزرت شيء. وسبانخ. انا بنفس الكلاب معه. يعني ولا شيء بس باكل. فيها ريكوتا وسبانخ بقلبها صحتين. وفيها صوص البيستو الحبق مع كريم وبارميجانو ريجانو. فهيدي هي التيستينج لليله. كمان فايته بجو المطبخ الشرق الاوسطي اكيد لتمشي مع المنيو اللي باقي. شكرا شيف مارون. ميرسي. شو عبالكم تسمعونا شيء هيك مع بعضنا نغني؟ هلا كنا عم ندندن يا مسافر لوحدك، انت حبيتك كمان. يلا احنا مسافرين. ايه هلا بس مش لوحدنا. شكرا. رح نروح نحن وياكم على فصل اعلاني. جهاد حضر لي حالك بعد البريك، بدك تسمعنا شيء بريك وبنرجع.